أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن ضعف وانقطاع المياه عن مناطق كبرى بالمحافظة زي منطقة بحري ومنطقة سيدي جابر ومنطقة محرم بيه ومنطقة محطة مصر، والسبب في كده هو انكسار ماسورة المياه الرئيسية قطر 1000 ملم واللي بتنقل وبتغذي المناطق دي بالمية. وبسبب طول مدة إصلاحات الماسورة بدأ المواطنين يشعروا بنقص المياه. ايه اللي بيحصل دلوقتي في مكان الكسر؟ الاصلاحات وصلت لحد فين؟ وامتى متوقع ترجع المية؟ كل ده بعد ما تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل لو حضراتكم مهتمين تعرفوا كل اللي بيحصل في محافظة اسكندرية اول باول. وياريت لايك للحلقة وقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا اخوكم مراد محمود ويلا نبدأ. شارع سليمان يسري في منطقة كوم الدكة النهاردة كان شهد كسر في ماسورة عمومية قطر 1000 ملم، والماسورة دي بتنقل حوالي 6000 متر مكعب كل ساعة، الأمر اللي اضطر شركة المياه إنها تقطع المية عن بعض مناطق محافظة اسكندرية لحين الانتهاء من الإصلاحات. وتوجه لمكان الكسر السيد اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية والسيد المهندس رئيس شركة المياه وكل الجهات المعنية في محاولة لتدارك الموقف. وكانت شركة مياه الشرب بالاسكندرية نشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيان بتشرح فيه اللي حصل، وحددت خط ساخن للشكاوى ورقمه 125، وأعلنت عن أسفها عن العطل الخارج عن إرادتها وإنها بتبذل أقصى جهد لتسريع عملية الإصلاح. وقامت الشركة بتوفير سيارات لمياه الشرب ونشرها بالأماكن اللي تم فيها قطع المياه لحين إصلاح الكسر وعودة المياه لطبيعتها. وزي ما حضراتكم شايفين في الصورة ان جاري عملية الاصلاح علشان ترجع المية في اقرب وقت. وياريت كمان حضراتكم تتابعوا معانا في التعليقات وتقولوا لنا حضراتكم من اي منطقة وهل رجعت المية عندكم ولا لا. موجودين معاكم في متابعة مستمرة من مكان الحدث، فياريت دلوقتي تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل المتابعات الجديدة وتعرفوا اخر التطورات.